come up a lot of sound. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Got it from me, all the energy extra. When the bass gets smooth, couple hits to the booth. I know that I need time now, so I gotta go and find my way. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ولعبه جديده من اجمل العاب المحاكاه الكمبيوتر لسنه 2022، اللعبه المنتظره لعبه بي سي كرياتور 2، الجزء الثاني من محاكاه الكمبيوتر. اللعبه باختصار شديد يا شباب، ازاي تقدر تكون جهاز كمبيوتر شخصي ويكون عندك بيزنس خاص بيك وتاخد عليه عمولات من الزبائن، وده من خلال اداة هو موفرها لك هنا في التطبيق وهو الشات. انت بتتعامل مع الزبائن من خلال الشات، بيبعت لك من خلال الشات امكانيات الجهاز اللي هو طالبها او مواصفات الجهاز اللي هو طالبها، وانت بتحدد السعر وبعد كده بتبني له جهاز الكمبيوتر اللي هو محتاجه وبتبعته له. اللعبة واقعية جدا، فيها اكتر من 3000 قطعة من اجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، بتقدر تعمل عليهم اختبارات وقبل ما تعمل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وطبعا في اختبارات ليك انت شخصيا ازاي تعمل توصيل لاجهزة الكمبيوتر او المذر بورد في الكمبيوتر. طبعا ده في غير المؤتمرات اللي بتبقى معمولة زي فيديو كونفرنس عشان خاطر تشوف ازاي الكمبيوتر بيتكون. علشان تحسن بالمستواك في اللعبة تحتاج اكمال بعض المهام المطلوبة منك من العملاء، ويكون عندك الخبرة والمال، وخطوة خطوة هتقدر تشتري معدات حديثة ويكون عندك مركز خدمة خاص بك. اللعبة يا شباب ليها مستويات كتيرة جدا، ده غير اللي يبقى ليها نظام التشغيل. نظام التشغيل ده في مستويات تانية قدام، هو في الاول بيديك مستويات في الاول بدائية يعني عشان يعرفك واحدة واحدة تقدر ازاي تعمل جهاز الكمبيوتر، لكن بعد كده بيبقى في نظام التشغيل اللي هو الويندوز، ازاي تشغل ويندوز، ازاي تعمل تشغل الكروم، اداة تشغيل الكروم، وازاي تعمل اختبار للبرامج والالعاب على جهاز الكمبيوتر. اللعبة ده شباب تم تطويرها بشكل واقعي عشان تقدر ان انت تستخدمها، لكن هنا ممكن تصادف مشكلة عند بعض الناس وهي اللغة. اللغة طبعا لغة انجليزية، ما فيهاش لغة عربية. طب يا شباب اسيب ليكم التجربة واكتبوا لي تحت في الكومنتات على رأيكم في اللعبة، لو في اي حاجة برضو اكتبوا لي تحت في الكومنتات وان شاء الله هجاوب على حضراتكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. اشوفكم فيديو جديد، سلام.